تعد المراكز الاجتماعية رابطاً وثيقاً بين أبناء المجتمع لتبادل المعارف ووجهات النظر ولأبعاد ثقافية أخرى. ومن أجل خدمة المجتمع المحلي على نحو أفضل، احتفلت مؤسسة جسور بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بولاية صحار بافتتاح مراكز أوكيو الاجتماعية. يأتي بناء مراكز أوكيو الاجتماعية من واقع تلمس احتياج المجتمع والعمل على توفير البيئة الداعمة للمجتمع المحلي للالتقاء وكونها مراكز اجتماعية تعمل على نقل الموروث من جيل إلى جيل. هذه المشاريع مما لا شك فيه أنها سوف تؤدي إلى تنمية في المجتمع المحلي من خلال المشاركات المختلفة التي ستقام على هذه المراكز الاجتماعية. بتكلفة بلغت 400 ألف ريال عماني، تم تنفيذ وتهيئة 4 مراكز اجتماعية في منطقة مجيس والخويرية بولاية صحار لإحياء دور السبلة العمانية واستدامتها في الموروث العماني. هذا المشروع يعكس استراتيجية الاستثمار الاجتماعي التي تطلع بها مجموعة أوكيو، وثالثا حقيقة هذا المشروع أيضا يهدف إلى التقليل من أعباء تكاليف إقامة المناسبات والحفلات المختلفة لأبناء المجتمع في ولاية صحار. طبعا هذه المراكز الاجتماعية مفيدة جدا للمجتمع باعتبار أنه مكان التقاء وإقامة المناسبات، سواء كانت السعيدة وإن شاء الله تكون دائما للسعيدة أو غيرها، وإقامة المناشط الاجتماعية اللي تخدم المجتمع. قاعة متعددة الأغراض بطاقة استيعابية تصل إلى 400 شخص، ومسرح ومكتبة، بالإضافة إلى مرافق إدارية وخدمية، هي المكونات الأساسية التي تتمثل بها مراكز أوكيو الاجتماعية، إذ تم تجهيزها وفق منهجية عمل واضحة تحقق الغايات والأهداف النبيلة التي أنشئت هذه المراكز لأجلها. هذه المراكز الاجتماعية تمثل رافداً اجتماعياً وثقافياً يتم من خلالها إقامة المناسبات والفعاليات الثقافية والدينية والوطنية ونشر الثقافة المجتمعية. بلقيس بنت خليفة المكتومية، ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة.